صباح الخير عليكم في يوم جديد ان شاء الله باذن الله. النهارده اليوم كله هيعجبكم، تمام؟ وبعدين عايز اقول لكم حاجه، في ناس بتعمل، يعني انا بكون حاطط الفيديو لسه محطوط الوقت حالا، والاقي فيه ديسلايك محطوط. طب اللي حاطط ديسلايك ده يعرفني، طيب هو حاطط ديسلايك ليه؟ هو شاف الفيديو؟ طيب الفيديو بالظبط بيكون ربع ساعه، هو شاف الربع ساعه؟ يعني لما يجي ديسلايك في اول دقيقه يبقى كده، ولا هو وش هو اللي بيدي الديسلايك؟ يلا خليكم معايا. ومش عارف اتكلم خالص، واقف على رجلي ورجلي لا. بعد المأساة اللي شفناها في الباص دلوقتي والزحمة الرهيبة، انا كنت واقف على رجلي ورجلي التانية ما كنتش واقف عليها. المهم دلوقتي انا جعان جدا وعايز اروح اكل شاورما. تعال ناكل شاورما واعرفكم على زكي. يوتيوب 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 ايه ده؟ اعرفكم يا جدعان، ده زكي. يعني عايز اقول لكم احسن واحد يعمل شاورما هنا في اوكرانيا بصراحه. يعني جربت ناس كتيره بس هو بصراحه 100 100، شاورمته 10 على 10 ورخيص مش غالي. يعني اللي هو بيعملوا لي هناك ده ب 30 جريفن بس. Thank you.
اه ده يا جدعان سندوتش الشاورما ده فطرنا بإذن الله. ثانك يو زكي، بصيبة زكي. دلوقتي طبعا بعد ما اكلنا ياخد شاورما السيارة. وبعد 3 ساعات او 4 ساعات قررنا ان احنا نطلع بره كييف في عربية صديقي مصطفى، والاسم اللي هو الحركي اسلام، ومع الاستاذ رامي خجرس. تمام، رحبوا بالناس. ازيك يا حاج رامي؟ حبيبي يا دكتور احمد. حبيبي دكتور، انا مش دكتور يا عم، يا اسطى احمد. ايوه انا حبيبي يا اسطى احمد. حبيبي. ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ تحب اقول لك مصطفى ولا تحب اقول لك اسلام؟ قول اي حاجه. اسلام اهم حاجه، له اسمين، الاسم الاول مصطفى الفرماوي، الاسم الثاني لا لا استنى بس، الاسم التاني اسلام الغمراوي. مش عارف ايه علاقة الفرماوي بالغمراوي. بس غلط الكتابة، غلط الكتابة. جيت عدلها ما عرفتش بريد في الكتابة. له اسمين والله، الاتنين اسلام ومصطفى. ما علينا، مهم نحن الان ذاهبين الى مدينة تبعد. ذاهبين، يخرب بيت ام اللغة اللي طلعت ميتين. نحن الآن ذاهبون إلى مدينة تبعد عن مدينة كييف التي نمكث فيها 250 كيلو. هيطلع لي واحد في التعليقات ويقول لي لا هي 240 كيلو. يا عم أنا بقول لك 250 كيلو من المكان اللي احنا طالعين منه من كييف. تمام، نشوف البلد مع بعض ونشوف الدنيا مع بعض، بس الطريق هيبقى طويل. لو في أي حاجة في الطريق كده نوريها لكم. يا سلام سلم. يا عم صورة تقفل المكان ده. عجبت المكان ده. صورة؟ هتسوق. هتسوق. رامي نزل عشان يغير مصطفى، ما خلاص ما عادش قادر يسوق، تعب تعب بصراحة من السواقة. رامي هو اللي هيسوق وبعد كده أنا هسوق، يعني هسوق دلوقتي. هادية. ها؟ مش ينفع يمشي في طريق سريع ده. لا لا، وايه؟ شوف حركة الإيد. لا لا، عايز أخد بالك بس من حركة الإيد. على فكرة المفروض ما تمسك إيد بإيدك كده عشان تعمل حاجة. لا لا، إيد بإيد واحدة، بيسوق بإيد واحدة. أصل هو بيسوق عربية أوتوماتيك. صح. إن شاء الله. إن شاء الله عليك يا رامي، إن شاء الله. طالما الطريق طويل كده فقلنا إيه؟ نتكلم مع الأستاذ مصطفى يحكي لنا على تربية الدواجن وتربية المواشي، ولو واحد عايز يجي مثلا هنا يفتح مزرعة، طب الشغل في المزارع نظامه ايه؟ طب الشغل في المجازر هنا نظامه ايه؟ ناس كتير اتكلمت معايا على في الكومنتات عن الموضوع ده، وطبعا يعني هو هيقول لنا بالظبط على طول. يا حبيبي ممكن تعرف الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبة لشغل الدواجن والمواشي بصفة عامة، هو كويس في اي مكان، مش في اوكرانيا بس، يعني هو في اي مكان كويس. بس طبعا هو بيختلف المناخ من بلد لبلد اخرى. يعني بيبقى المناخ مثلا هنا بارد جدا، فما ينفعش انك انت تربي سواء دواجن او مواشي زي التربية المصرية. ده لازم يكون ليها احتياطات، ولازم يكون شغل التدفئة عالي جدا، لازم تعمل حلقة متكاملة عن التدفئة، مش حاجة عشوائية زي اللي احنا كنا بنشوفها في مصر، لأن هنا الجودة بتصل لدرجات فظيعة جدا، فما ينفعش عشان ما تتسببش نفخ زيادة عالية جدا. فرقم واحد لازم يكون المزرعة، يعني لازم المزرعة تكون جاهزة على أعلى مستوى، وطبعا لازم تكون المزرعة مطابقة طبعا المواصفات التربية هنا في أوكرانيا، لأنه المشروع بيكلف كتير جدا، سواء تكلفة علف أو أدوية أو عمالة أو أي مواصفات أخرى. هو رقم واحد لازم يكون عنده الخبرة، وما كانش عنده إلا لو لم توجد عنده الخبرة لابد أن يبحث عن أهل الخبرة، لأن الأرواح حاجة مش عشوائي، مش هجيب مثلا يعني هي، لا ده في حاجات، ده نظم وأسس وبرامج. يعني احنا عندنا في تربية الدواجن بنغير
كل ساعه، وكذلك في المواشي سواء المواشي الحلوقه صح يا شباب او غيره يعني. مش هننزل؟ لا اما بالنسبه للتكلفه كام، فالتكلفه دي بتتغير حسب السوق طبعا، وحسب عدد التربيه نفسها. انت هتربي قد كيف يعني؟ هل انت عايز تربي 5000، عايز تربي 10؟ طبعا بيتضرب يعني. انت بتعرف بقى، بتعمل دراسه جدوى، طن العلف بكام، الكتكوت بكام يعني. هو طن العلف هنا تقريبا زي ما يعني اقل من سعر مصر بشويه يعني، مثلا يعمل مثلا حوالي 7500 جريفنه او 8000 جريفنه. لكن الكتكوت غالي شويه يعني، احنا هنا الكتكوت ب 22 جريفنه، حاجه نظيفه اللي هي توب يعني، اللي هي ايه تقدر تنتج منها انتاج يعمل متوسط اكتر من 2 كيلو. دي حاجه. الادويه بتحسبها قد كده، العماله قد كده، تمام. بيوت جميله قوي على فكره، جميله جدا. الطريق احلى حاجه في الطرق ما بين البلاد هنا في اوكرانيا، جميله. بيعمل بيتزا كده في وسط الارض، تعمل يا حبيبي. جميله يا اخي. ضمن المعلومات اللي عايز اقول لكم عليها، شوفوا كميه الارض الزراعيه الموجوده في اوكرانيا. اوكرانيا تعتبر كلها ارض زراعيه، كلها ارض خصبه بطريقه جميله جدا يعني. خدوا بالكم ان الاراضي دي كلها ملك الدوله، مفيش حد ينفع ان هو يمتلك اصلا ارض هنا في اوكرانيا، بتاجرها من الدوله. دي المشكله اللي احنا وقعنا فيها دلوقتي. العربيه بتاعتنا رخصه اوروبيه، وهنا الشرطة لما شافت ان احنا العربية بتاعتنا رخصة اوروبية وقفتنا. صاحبي اللي كان سايق ما كانش معاه الرخصة بتاعته، وصاحبي التاني هو اللي معاه الرخصة، فبيقول له ازاي هو سايق يعني وبتاع. المهم انا قعدت انا في العربية وهم نزلوا هناك، هم لمحينهم هناك، هم هيدفع لهم اي فلوس كده بقى وطلعوا منها. يا مسهل يا رب. عايزين نروح لهم، اروح لهم سواء انا اروح لهم اشوف ايه. الدنيا بيت مطر، وفي جو اوكرانيا اللطيف، الجو بيمطر جو يعني. عايز اقول لكم شوفوا الجو كان عامل ازاي في الطريق، وكان الجو جميل وشمس والدنيا حلوه وجميله. فجاه الجو دلوقتي بيمطر، فجاه الجو بيمطر. وعندكم رامي ورا الجو برد ولبس الجاكيت، سبحان الله. نوريكم الجو. عايز ايه يا لمحين؟ مطرة. والشرطة ورانا وشكلنا هنتمسك تاني يعني. غرامة على فكرة اللي فاتت دي كان خدنا فيها غرامة، اخده غرامة ب 650 جريفن، غرمونا. عايز اقول لكم ان دي تاني مخالفة ناخدها،
استغفر الله العظيم يا رب. هنا الشرطه هنا بتستهبل، اقسم بالله العظيم بتستهبل، يقفوا لك على اي حاجه. بس احنا برضو غلطانين، اول مره واحد ساق من غير رخصه، تاني مره ما نورش النور الخلفي. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. كلم كلم الناس كلم الناس، اللي حصل لك اخد منك كام؟ والله 100 جنيه يا عم. اخد منه 100 جنيه وما عملوش المحضر، بس كويس ان هو ما عملكش المحضر. يعني اخد 100 جنيه كده، ظبط 100 جنيه في ايده كده والمحضر اتلغى خلاص. احنا كده معانا محضر واحد الحمد لله. بس ده في رحله ال دي رحله منحوسه. دي في رحله الذهاب، لسه رحله العوده بقى ان شاء الله باذن الله. يعني متفائلين. خلينا نلزق. انا مش هاجي بالليل، انا هاجي بالليل مش همشي بالنهار. مين اللي بيتكلم؟ يلا بينا. وصلنا لمدينه اوليفسك، مدينه جميله وهاديه خالص. يعني عايز اقول لكم الساعه 8 المغرب، الساعه الوقت 8 المغرب والناس نايمه، واحنا شكلنا هنخش ننام احنا كمان. نتقابل في الشقة إن شاء الله. وصلنا الشقة، صعب ينامهم، الطريق كان متعب، كان حوالي 4 ساعات، فكان متعب شوية. فلما وصلنا كله نام مش عايزين يتصوروا، فننام دلوقتي وبكرة إن شاء الله نشوف الدنيا مع بعض من الصبح.